مصاب بالسرطان. لحظة إخبار المريض بهذا التشخيص قد تمر بباله ألف فكرة وفكرة، عن العلاج والتكاليف، عن أهله، عن عمله، ولكن دائما ما يكون الأمل برحمة من الله ينشرها، ورحمة على يد عباده يسخرها، مفتاحا لرحلة العلاج والشفاء. جمعية رحمة لرعاية مرضى السرطان معكم تمد يد العون والرحمة لكل مرضى السرطان غير المقتدرين على تسديد تكاليف علاجهم. تبرع لهم وكن أنت الرحمة والأمل.